ولمناقشة كل هذه التطورات المتعلقة بسد النهضة من القاهرة ينضم إلينا السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق. السيد حمدي أهلا بك على شاشة الحدث وضيفا على برنامج حدث اليوم. حراك دبلوماسي مصري مرتقب يشرح وجهة نظر مصر من الملء الثاني لسد النهضة الذي تقوم به إثيوبيا. إذا ما ربط هذا الحراك بتصريحات الرئيس المصري أمس عن أن المنطقة ستشهد زعزعة استقرار إن كان هناك ملء ثاني لسد أو إن كان هناك حقيقة تأثير على حصة مصر في الماء. ما السيناريوهات التي تبحث مصريا للرد على إثيوبيا؟ هل يمكن الحديث عن رد عسكري؟ يعني التصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل نقطة تحول في هذه المفاوضات المطولة لسنوات، يمثل نقطة تشير إلى أن مصر قد يعني وصلت إلى نقطة اللا عودة في أن المفاوضات لا يمكن أن تكون المفاوضات من أجل المفاوضات. وفي تصريح السفير الأثيوبي في القاهرة كان هناك يعني إشارة لهذه النقاط الأربعة: المفاوضات، الشفافية، الوساطة الرباعية. وبالتالي يعني هذا التصريح بتاع السفير الأثيوبي يمكن أن يعني يفهم على جانبين، أما أنه تمهيد لانفتاح إثيوبيا وأما أنه محاولة لإلقاء اللوم. القاهرة واضحة في مطالبها وباسمع السودان وأن يكون هناك حل عادل للمشكلة، والحل العادل ده مرتبط بأن يكون هناك الأربع نقاط اللي اتكلم عليها السفير الأثيوبي، وهي الشفافية، وهي الوساطة، وهي المفاوضات للوصول للاتفاق وليس المفاوضات للتسويف والتعويق. نعم، ولكن في مسألة الوساطة أو حتى في المسألة الأخرى هناك اختلاف حول تفسير المصري وتفسير الأثيوبي. لنبدأ من مسألة الوساطة، الخرطوم دعت إلى وساطة رباعية، أيدتها مصر في هذه النقطة، ولكن إثيوبيا رفضت هذه المسألة مباشرة بعد طرح الخرطوم ذلك. قال الوفد التفاوض الإثيوبي قال إن هذه الخطة هي عبارة عن ليست جدية وهي فخ تريد الخرطوم والقاهرة أن توقعا فيه إثيوبيا. لماذا بحسبك تعتقد إثيوبيا بأنها الحديث عن وساطة رباعية فخ ينصب لها؟ ليس هناك فخ، يعني هو الوساطة التي تؤدي إلى حل عادل ووضوح وشفافية ليست فخ. ولكن النقطة اللي أنا أريد أن أشير لها هي التصريح الذي قدمه سفير إثيوبيا في القاهرة، وقال نحن لم نبلغ رسميا بالوساطة باقتراح السودان بالوساطة الرباعية. وده نقطة غريبة جدا، لأن الاقتراح جاء على لسان وزير الري السوداني ولسان وزيرة الخارجية السودانية والوزير الخارجية المصري، وما أيضا جاء على لسان الأمريكان والأوروبيين، المفاوض الأمريكي والمفاوض الأوروبي. وبالتالي ليس هناك احتياج لعملية بيروقراطية لتقديمها على ورقة. نعم، ولكن دعني أعيدك لسؤالي، ما يقبل لكن إثيوبيا وساطة إفريقية فقط الاتحاد الإفريقي، ما يطرح مصريا وسودانيا وساطة رباعية؟ يعني في النهاية ما الاختلاف بينهما؟ لما ترفض هذه المسألة إثيوبيا بحسب اعتقادك؟ في النهاية أنا يعني النقطة الأساسية في الحديث هو أنه المفاوضات لا يمكن أن تكون من أجل المفاوضات فقط، وإنما المفاوضات من أجل الوصول إلى حل. وبالتالي هذا التأكيد على المفاوضات فقط ولكن بدون أن يكون هناك عمل حقيقي وفعلي من جانب إثيوبيا لا يمثل أي تغيير في الموقف في الإثيوبي، وخصوصا في ضوء ما أذاعته الوكالة الإثيوبية بأنه المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية تحدث عن أن هناك تقدم في الملء الثاني وما إليه، رغم أن القاهرة والخرطوم تطلبان بوضوح أن يكون ألا يكون الملء الثاني قبل أن يكون هناك اتفاق مرضي لجميع الأطراف. ولكن أريد أن أشير أيضا إلى نقطة تانية غير الوساطة وهي الشفافية. تتحدث الجانب الإثيوبي عن الشفافية والسفير الإثيوبي يتحدث عن الشفافية، ولكن أين هي الشفافية في الجانب السياسي وفي الجانب الفني؟ في الجانب السياسي ليس هناك وضوح على وجه الإطلاق في ماذا تريد إثيوبيا. كل ما هنالك هو معارضة وعدم قبول بأي نوع من أنواع الوساطة الرباعية أو الوساطة الدولية، وإصرار على مفاهيم شكلية للمفاوضات وعلى مفاهيم يعني شفوية للاتفاق، وبالتالي ده لا يمثل أي شفافية في الموضوع. ولكن المشكلة الأساسية الأكبر هي الشفافية في الناحية الفنية. يعني هل السد يواجه مشاكل فنية حقيقة قد تؤثر على دول المصب؟ وده يعني هناك شكوك خطيرة في هذا الموضوع.
وماذا سيحدث لو حصل الملء الثاني وما إليه. وبالتالي ليس هناك أي شفافية في الناحية الفنية من ناحية من تقديرات الموقف وما إليه وكيف يمكن إدارة نعم. وفي مسألة أخرى وبالتالي عشان نتكلم عن نعم إن كنت تسمعني سيد صالح، نتكلم عن اتفاق مرضي للجميع سيد صالح، لا أعلم إن كنت تسمعني، يجب أن يكون هناك مراعاة لهذه النقاط الأربعة. نعم سيد صالح، في المسائل الخلافية كذلك الخرطوم والقاهرة تطالبان باتفاق ملزم، أديس أبابا لا تريد هذا الاتفاق الملزم، تريد فقط اتفاق أو لنقل أنه فقط مبادئ توضع بين كل الأطراف الثلاث. هي تقول أن أي اتفاق ملزم سيجعلها مسؤولة في حالة الجفاف. هذه المخاوف الأثيوبية، هل يمكن أن تؤخذ كل المخاوف الأثيوبية بعين الاعتبار خاصة في مرحلة الجفاف، وأن لا يكون الاتفاق ملزم مثل ما تريده أثيوبيا؟ لا، ليس هناك حاجة اسمها اتفاق غير ملزم. الاتفاق ملزم لجميع الأطراف، والنقطة الأساسية في هذا أن أثيوبيا من حقها أن تستفيد بالمياه بكافة الطرق وفق لاحتياجاتها، ولكن ما هو ثابت حتى الآن أن حجزها للمياه في السد النهضة أو السد الجديد لا يشمل المياه التي تحتاجها أثيوبيا، وإنما يزيد عن هذا بمراحل ويؤثر على دول المصب. وبالتالي هذه هي المشكلة، يعني يتحدثون ودائما يتحدثون أن الأثيوبيين يحتاجون إلى الكهرباء ويحتاجون إلى إنتاج الكهرباء وما إليه ويحتاجون إلى كثير من المياه. هذا صحيح، ولكن هذه ليست مرتبطة بأنك أنت تحجز كميات رهيبة من المياه وتؤثر على دول المصب. من الناحية الفنية البحتة هناك مشاكل حقيقية في إدارة السد وتأثيره على السودان وعلى مصر، وهذه المشاكل إذا لم تأخذ في الاعتبار ليس هناك حل مرضي. وبالتالي أن إذا كان هناك أي وساطة رباعية أو وساطة محايدة سيكون هناك حل لهذه المشاكل، وهذه القضية التي تواجه أثيوبيا الآن. أما أن تقبل هذا وأما أن تواجه المجتمع الدولي ككل وأما أن تواجه أيضا موقفا مصريا سودانيا قويا ومحددا. إلى غاية الآن المأمون مصريا وسودانيا تأجيل مرحلة الملء الثاني دون أي اتفاق. دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية كان أبلغ السفير الأمريكي في السودان أو المبعوث الأمريكي عفوا في السودان وقال إن قرار الملء الثاني نهائي ولا رجعة فيه. إن بالفعل سارت أثيوبيا في هذا الإطار والملء الثاني للسد دون اتفاق بين السودان مع السودان عفوا ومصر، هل يمكن أن نتحدث الآن عن تصعيد أكثر على الناحية الدبلوماسية أو حتى على ميدانيا وعسكريا؟ يعني نقطة التحول التي حدثت في هذا الأسبوع عندما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي وعندما تبعته وزيرة الخارجية السودانية واضحة أن دي مسألة مصير للشعبين السوداني والمصري، وبالتالي لا يمكن قبوله ولن يكون هناك حلول مرضية إلا بالتوافق بين الثلاثة. وبالتالي على الجانب الأثيوبي أن يتفهم هذا. طبعا الشعب الأثيوبي شعب صديق وليس هناك عداء بيننا وبينهم، بل بالعكس لا يجب أن تكون السياسة الداخلية هي المبرر لأن يكون هناك عداء. وإذا كان هناك حل مرضي واتفاق مرضي يعني نصل إليه عن طريق الوساطة الرباعية فسيكون هناك يعني تلاقي ما بين أهداف الشعوب الثلاثة. من القاهرة كنت معنا السفير حمدي صالح مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.